مش روك ولا هاوس ولا ريجي ولا بلوز، بل نغمات من تراثنا العربي الرائع المتأصل والمتوحد بالتاريخ والجغرافيا والذوق والإبداع. أحبائنا يا مرحبا مع الكلام الزين، وفي كل مرة نستمع للشارة الموسيقية التراثية اللي أجاني مرسولة اللي أجاني مرسولة. وشنه القول اللي بيقوله؟ ودك عليه مرسول، ودك عليه مرسول يقول قول ما انتاش قايله.